قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن معدل البطالة في انخفاض مستمر، وخلال مؤتمر صحفي بالوزارة أشار إلى انخفاض المعدل إلى 11.98% بنهاية شهر يونيو الماضي، لافتا إلى استهداف وصول هذا المعدل إلى حوالي 6.7 بحلول عام 2021. في بداية 2016 كان معدل البطالة 12.77%، مع 30/6/2016 كان وصل 12.6%، مع 31 ديسمبر 2016 كان وصل 12.4%، في 31 مارس وصل 12%، في 30/6/2017 وصل إلى 11.98%. لو نظرنا ان احنا هذا التغير يعطي مؤشر ان الاتجاه في صالح النهوض بالتشغيل والقضاء، جايز احنا النهاردة بنقول ان احنا خلال سنة او سنة ونص نزلنا 1%، احنا محتاجين ان احنا كل سنة يكون المعدل من 1 لـ 1.5% عشان نصل الى 5 او 5.6%.